صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في البلاد الغربية هناك من النساء من تسلم وقبل إسلامها بأيام. نعم. يقول أحسن الله إليكم: في البلاد الغربية هناك من النساء من تسلم وقبل إسلامها بأيام كانت تزني، فإذا أسلمت وأرادت أن تتزوج فهل عليها عدة؟ نعم، لا بد من استبراء رحمها ولا بد من توبتها أيضا، ما يكفي أنها تسلم، قد تسلم وهي تزني، فلا بد من توبتها توبة صادقة تختبر، فإذا ظهرت توبتها من الزنا فلا بد أن يستبرأ رحمها من الحمل ثم بعد ذلك تتزوج. نعم.